ناس تنتخب. 11:20 دقيقة نبدأ معكم اليوم. استقبل أول مترشح مبرمج معنا لليوم للدورة الثانية للانتخابات المحلية فرحات بلقاسم بلطي، المترشح عن الدائرة الانتخابية لقطيفة من معتمدي تسبيخة رقم 1. سي فرحات مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا المسمى فرحات. دقيقة بركة سي فرحات، فقط حبيت نقول لك في البداية أنه عندنا 10 دقائق معناها باش تقدم فيهم برنامجك الانتخابي. أحمد نبدأ في احتساب التوقيت. سي فرحات بلقاسم بلطي، تقدم لنا روحك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فرحات بلقاسم بن هذيلي بلطي، مترشح للدائرة الانتخابية بالقطيفة معتمدي تسبيخة. نشكركم على الفرصة اللي تحتها لينا باش نقدموا البرنامج نتاعنا، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الجميع وبكل الإطارات نتاع الإذاعة. يعيشك، شكرا ليك سي فرحات بلقاسم بلطي رقم 1 دائرة القطيفة السبيخة. قبل ما نبدأ في البرنامج الانتخابي قل لي كيفاش كانت الدورة الأولى، قد هجبت من صوت في الدور الأول؟ والله الدور الأول يعني والحمد لله الناس خرجت بكثافة، من جملة 4 مترشحين تحصلت على 170 صوت. 170 صوت به. عملت جولة بعض الأنشطة في الحملة الانتخابية؟ أكيد دورت على أهلية سواء في دار صغير ولا الخضر ولا الكتيف. والحمد لله واضح. به سي فرحات بلقاسم بلطي رقم 1 الدائرة الانتخابية الكتيفة السبيخة، هيت ناخذوا فكرة على أبرز النقاط في برنامجك الانتخابي. مرحبا. أول حاجة عن لا إله إلا محمد رسول الله، نقطة نحن منطقة الكتيفة هذه تتركز على النشاط الفلاحي بالأساس. أهم النقاط هي البنية التحتية منعدمة تماما، وفيما يخص المسالك الفلاحية وما لها من دور فعال في فك العزلة للأهالي والتسريع بإنجاز مسلك الطريق سيدي فرح المبرمج من طرف بلدية السبيخة، ومع تنور العمومي كل من السبيخة الكتيفة ودار الصغير والخضر. وكذلك يعني عندنا صيانة المسالك دار الصغير ونطالب إعادة الأشغال بمسلك الخضر المشروع معطل وهو في تم الإنجاز نتاعه 85%. دونك فما برشا مسالك فلاحية غير مهيئة. أكيد. أنيهم المسالك اللي يطلبوا تدخل عاجل؟ التدخل العاجل هو يعني الطريق المؤدي إلى سيدي فرح هو دار صغير بالأساس. هذا معدل طول كل مسلك تقريبا؟ بالنسبة لسيدي فرح حوالي حكاية 4 كيلومتر، أما بالنسبة للدوار الصغير فما قرابة 7 كيلومتر. طرقات يعني تحرص على أنه يصير فيهم تدخل في القريب بإذن الله سميع العليم إذا وفقنا الله. باقي النقاط الأخرى سي فرحات. كذلك الصحة، إعادة بناء المستوصف النلاب الكتيفة المتدعي للسقوط، هو تصنيفه من صنف 1 إلى صنف 2، وكذلك ما العلم أنه يقدم جميع الخدمات من من منطقة الكتيفة، وكذلك جزء كبير من مشيخة الذريعات. وكما الناس الكل كتعرف يعني عندنا جزء كبير 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 برشا، عندنا طبيب يجينا في الجمعة، احنا ماذا بينا بإذن الله كان يزيد الدار الجهوية للصحة تضيف لنا طبيب في وسط الأسبوع باش يقلل من الوهن، وكذلك نطلب ممرض بالليل على ما يأتي من الإسعافات الأولية فيما برشا حاجات، مثلا كضغط دم، كرب لا قدر حادث، ك أي طارئ حاشرفنا لا طارئنا لا يعني انتر تون. هي اللي منطقة الكتيفة معناها يلتجئوا للسبيخة. إذا كان السبيخة والسبيخة تبعد حوالي 13 كيلومتر، يعني إسعافات أولية على برشا حاجات. يعطيك الصحة. عندنا التعليم، احنا يعني نحبوا تسجيل المدرسة بالبلاطة وصيانة المرافق الصحية وبعض الأقسام المتداعية للسقوط اللي هي هذه. قداش من مدرسة في منطقة الكتيف؟ مدرسة واحدة، وهي مدرسة واحدة في منطقة الكتيف، منطقة الكتيف اللي هي من عام 58 وأنجبت رجال. شو وضعيتها؟ وضعيتها أما لا يحمد عقباها سيئة جدا. وكذلك وتمثيل خطرا على تلامذة والإطار التربوي بالأساس، وأحداث قاعة مطالعة وتزويدها بالحواسيب
وثانيا تفعيل النقل المدرسي لكل من دوار الهلال وكذلك دار صغير، لان عندنا وليدات يجيو على سقيهم ابعاد حوالي 3 و4 كيلومتر. هذا بالنسبه للابتدائي ولا تحكي للابتدائي؟ احنا نحكيو على الابتدائي تو في المدرسه. أي. يعني الابتدائي قد يبعدوا على المدرسه حوالي كما الهلال حكيت 4 كيلومتر، اما بدار صغير حوالي 3 كيلومتر 3.5. والتلاميذ اللي يقراو في الاعدادي والثانوي لا هما تجيهم الكار يقراو في السباحه، ما عندهمش مشاكل في النقل المدرسي؟ لا لا لاباس لاباس. وتسريع بمشروع دار صغير للماء الصالح للشراب، وخاصه ان الدراسات منجزه والى ساعه هذه قداش عندها؟ والله سنين والاعتمادات مرصوده. تابع الجمعية المائية ولا الصنيد الريفي؟ لا الجمعية الريفية. الجمعية المائية. أي. أيوة. ضيفنا لا يعني بالنسبة للدار الصغير. به أهم النقاط اللي عنا موجودة واللي وقعت أكبر عائق عنا هي الفلاحة. إحنا منطقتنا فلاحية بحتة. إيش يهم؟ أهم محرك للتنمية بالنسبة للمنطقة نتاعنا هي تسوية الوضع العقاري لهنشير الاكتيف اللي هو اشتراكي. هنشير الاكتيف الاشتراكي الذي يعتبر العائق الأساسي للتنمية ولم تتم وضعيته إلى حد اللحظة هذه. شنو وضعيته؟ وضعيته أما لا يحمد عقبه. دخلت علينا بالونات فساد، عملنا محاضر مع السيد الولي قبل مع الكاتب العام مع ممثلة النزاعات نتاع الدولة ولا من مجيب. الله أعلم يد حمراء في الوسط ولا حمراء ولا كحلة إلى حد اللحظة هذه. أنا نأكد لك إلى حد اللحظة هذه فما قضايا جارية في عند السيد حاكم التحقيق في القيروان، فما شكون توقف. علاش؟ خاطر جاي يتكلم على الأرض نتاعو، جاي يتكلم عند لافونتاج باش شكون مشكل تحط في الحبس. وفما عباد اخرى الى حد اللحظه هذه مفتش عنهم لدى العداله. علاش؟ على عملوا وقفه احتجاجيه في الاراضي نتاعهم اللي تفكت غصبا. سي فرحات تتحمل كامل المسؤوليه أكيد. في الكلام انا معاك نتحمل جميع ماذا نعرف ايش يصير. الى حد اللحظه هذه ناكد لك شباب مش عمل وقفه احتجاجيه تهموهم ب حركان يعني فكلهم الارض تاعها وزرعوها. احنا الهكتار تباع في المنطقه في الاراضي الاشتراكيه بيع ما لا يملك شاري لهوى، يعني زرع فيها الزيتون. هل يعقل هذا؟ انا نحب نبلغ صوتنا الى السيد رئيس الدوله ووزير العدل ووزير املاك الدوله فتح بحث تاما وسريع جدا. ما هذا هو اللي اهم نقطه للاستفهام الى حد اللحظه هذه، لا من مجيب لا مسلطة المحلية ولا الجهوية ولا كذلك. عملنا يعني شكاية للسيد الرئيس ولا لا من 2021 إلى يومنا هذا لا من مجيب. عملنا اجتماعات مع السيد الوالي لا من مجيب، يعني يمسونا في الغضب بتاعنا وأنا قاعد يا سيدي أنا عرب مش سامحني أنا مش نحكيها بالدرجة وبلا. أنا تصور أنت احنا واحد من العزاب تو باش يمشي يعرس باش يمشي يخرج من الله رخصة بتاع فرح يقولوا له انت مفتش عن علاش خاطر علاش يعني مشي عمل وقفه احتجاجيه واتهموه في الله يعني بالحرقان وبي 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 الف حاجه وحاجه زايده اللي هي تو قضيه مشهوره عن سيد حاكم. معناه الهنشير هذا يمثل اشكاليه كبيره، اكبر اشكاليه اللي موجوده تو حاليا في منطقه البتيف. باهي سي فرحات بالقاسم بلتي غدوه كان تنجح في هذه الانتخابات شنو باش تعمل في الاشكاليه هذه؟ في الاشكاليه هذه اذا مش ناقف جاهدا ولو ما ترشحش انا مش نواصل ومش ناقف الى حد اخر نفس في الموضوع هذايا مع جميع السلطات سواء المحليه ولا الجهويه. واضح. به نقاط اخرى مازالت دقيقه ونص تقريبا. دقيقه ونص باهي ندعو اهالينا ولا مازالت ما نعرفش. مازال شويه مازالش كان عندك بعض النقاط. والله بعض النقاط هذه اللي حكيتها لك نتاع الظلم والاستبداد. ناس مغلغلة، ناس يعني واحد عنده 300 هكتار واحد ما عندوش حتى هكتار. يلي الناس كلها أهالي ومالي عنده فيها الحق. أراضي مغتصبة من بالونات فساد، أنا تو هي ماشية عند القضاء، أما نطلبوا سيادة رئيس الدولة بالتأكيد وسيد وزير العدل وزير أملاك الدولة
ينظر فيها نظرة فينا لا استعجلي. واضح تقريبا 50 ثانية مازالت فرحات رسالتك لأهالي الكتيفة بالصبيخ. إلى أهالي الكتيفة ندعو كل أهالينا من دوار صغير والخضر والكتيفة للحضور بكثافة يوم 4 فيفري ولا تسويت لفائدة رقم 1، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم وصوتهم المدافع ومشاغلهم وتطلعاتهم. والسلام عليكم. زدت نص دقيقة. نص كان دقيقة. عندك أي رسالة ولا أي والله حاجة؟ والله رسالة، أنا ديما أكد الرسالة إلى سيد رئيس الدولة ينظر في الموضوع نتاع الحنشير نتاعنا. دونك ملف ملف مشعب إلى أقصى ما تتصور. واضح. رقمك سي فرحات؟ رقم 1. رقم 1. شكرا لك سي فرحات بالقسم بلتي. يعيشك. بارك الله فيك. بارك الله فيك انت سي فرحات بالقسم بلتي، مترشح عن الدائره الانتخابيه لكتيفة، معتمدية السبيخه، رقم 1. بالتوفيق ليك في الدوره الثانيه من الانتخابات.